ناس كتير جدا بتتعب من الاكل في العيد او التخمه بشكل عام. ده حقيقي. نبتدي بالكبده، احنا كنا بنتكلم فيها على الفطار، خلصنا قصه الكبده. طيب اكلات بقى اللي بعديها، الفته وما يعني يصاحبها من الفته. طبعا من الاكلات المصريه الاصيله من ايام الفراعنه، والفاطميين جم طوروها واضافوا اللمسات، وكان بيتم اعدادها في قصر الحاكم ويتم توزيعها مع اللحمه على الجماهير يوم العيد، فعشان كده ارتبط العيد عندنا بالفتة. طبعا هي الفتة من الأكلات الشهية، ولكن نسبة النشويات فيها بتكون عالية جدا، لأن أنا عندي عيش رز وعندي وعيش وصلصة وكمان بعمل بالشوربة الدسمة بتاعت اللحمة الضاني أسقي بيها الفتة. وكمان أحيانا سيدات كتير مش بتحمص العيش بقى، بتحمره او بتقليه عشان يدي قوام، يدي مذاق دهني. ما ينفعش يبقى غير كده يا دكتور، يعني الصحي بقى ان احنا نشيل وش الشوربه شويه، نقلل كميه الدهون المضافه اثناء الاعداد الرز نفسه، نحمص العيش في الفرن. وكمان لما اجي اكل حلو ده، نحمص العيش في الفرن، في الفرن، وما نضيفش ماده دهنيه زبده او سمنه اثناء طهي الرز بكميات كبيره، ونحاول نشيل وش الشوربه اللي بيكون عليه الدسم كله. كمان اثناء وجبه الغداء وانا بتناول الفته، يا ريت ما ابتديش بالفته، لان انا لو ابتديت بالنشويات سواء رز او فته ده بيرفع مؤشر السكر في الجسم، فبيخليني عندي شعور بالجوع وعدم الشبع وعدم الرضا، وبتناول كميات كبيره، فده طبعا بيكون ضار جدا على صحتنا. الصحي ان احنا نبتدي بالبروتين، اللحمه، واللحمه طبعا قيمتها الغذائيه كبيره جدا، وكل الناس النهارده عامله لحمه. انا قلت هتقولي السلطه او الميه، والله يا دكتور يعني يا ريت تبقى السلطه طبعا، يا ريت، بس انا عارفه ان النهارده مفيش حد هيعمل سلطه، وخلينا واقعيين. لا خلينا نقول الصح. خلينا واقعيين، حتى لو شويه خضار النهارده على المائده، يعني انا بقول ان شاء الله نغسل جرجير، خيار، مش لازم نضيع الوقت في تقطيع السلطه، هنقطع سلطه يبقى خير وبركه مع البروتين مع اللحمه. ابتدي السلطه مع اللحمه، اخد من قطعتين لثلاثه، مش هلاقي نفسي، لان البروتين بيدينا شعور بالشبع رهيب على فكره، عكس النشويات او على عكس الفته والرز، هنلاقي نفسنا مش هناكل كميات كبيره في الفته. طبعا افضل طرق طهي اللحمه سلقها، يعني خصوصا لاصحاب الامراض المزمنه اللي بيعانوا من الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب، دايما بقول له خليك في اللحمه البتلو، ابعد عن السمين، ونسلق اللحمه افضل، لان طبعا اثناء سلق اللحمه دهون كتيره بنتخلص منها في الشوربه. طبعا الشباب بقى اللي هيخرج ويتحرك وممكن يمارس رياضه، مفيش مشكله لو كلنا كباب حله او لحمه محمره، ولكن لا نكثر في الكميات المتناوله. طبق السلطه مهم جدا لانه غني بفيتامين سي، وانا عندي اللحمه غنيه بالحديد، ووجود فيتامين سي مع الحديد اللي من مصدر حيواني بيرفع من كفاءه امتصاص الحديد. مفيش مانع من وجود سلطه الزبادي على المائده، نخلي بالنا ان اللحمه بطبيعتها هي مرتفعه في نسبه الصوديوم، ودايما بوجه كلامي لاصحاب امراض الضغط والقلب، خلي بالك ما نكسرش من تناولها، لان فيها نسبه صوديوم طبيعيه ربانيه في تركيبها، فحضرتك لما هتاكل كميات كبيره منها ده هيرفع الضغط. ده غير بقى ان بعض الناس بيحبوا يضيفوا الملح على المائده مره اخرى للحوم، ده بيكون طبعا ضار على صحتنا. كذلك نفس الامر بالنسبه للشوربه والرقاق، يعني يا ريت الرقاق ده يكون في يوم لوحده، لان الرقاق يعتبر وجبه غذائيه لوحدها، يعني انا عندي فيه النشويات وفيه البروتين، ويا سلام لو قطعه رقاق كده ومعاها شويه سلطه، دي بتعتبر وجبه في حد ذاتها. صار ما يبقاش رقاق غير لما يبقى ماسك شوربه. انا مش هنكر ان الرقاق بيبقى حلو بالشوربه، مشكله دكتور بتحاول ان هي يعني تلجمنا شويه، لكن الموضوع صعب، يعني الموضوع النهارده صعب. المشكله في الدسم، ان نسبة الدسم بتبقى عالية جدا، ونيجي نضيف كمان مادة دهنية للرقاق، غير حاطين عليه كده بالظبط سمنة او زبدة، ويخش الفرن ويطلع ويبقى بيشر سمنة كده، ده لذيذ. انا عارفة ان المذاق الدهني هو المسؤول عن جودة الطعام، وبيدي شعور بالمتعة اثناء تناول الطعام، ولكن الاكثار منه ضار جدا، لان انا عندي جرام الدهن الواحد فيه 9 سعر حراري، فتسع سعر حراري ده حضرتك مع كثرة جرامات الدهون المتناولة، طبعا بنلاقي بعد العيد زدنا 3 و4 كيلو نتيجة كمية الدهون، لأن برضو اللحمة على فكرة بتحتوي على دهون غير مرئية أنا مش شايفها، يعني مش شرط الدهنة تكون في شكل الدهنة الواضح اللي باين لينا.
بعد الاكل بقى، يعني احنا اكلنا الفته وكلنا الاكلات الشهيه الجميله اللي بتتجمع عليها العائلات يوم العيد، عايزين نهضم، بلاش المشروبات الغازيه لان هي بتسبب انها تزود المشكله وبتعمل لي عسر هضم. افضل شيء عندنا البرتقال، متوفر في الاسواق، عصير البرتقال، عصير الليمون، النعناع، اليانسون، الجنزبيل، الكركديه، المشروبات الجميله دي منعشه ومرطبه. ولو عندنا جنزبيل او شاي اخضر او يانسون، المشروبات دي مفيده جدا لصحه الجهاز الهضمي. كل المشروبات دي بترفع من كفاءه الهضم، لان للاسف المشروبات الغازيه هي بتدخل كميه غازات بزياده في اجسامنا، والغازات دي ملهاش مكان جوه، فبتعمل صحيح. ارتباك في الجهاز الهضمي صحيح. بتعمل عسر هضم. طبعا احنا في الايام التاليه بقى عندنا، احنا بنحتفل لحد في العيد الكبير باكلات لحد 9 يوم العيد تقريبا، يعني عندنا تاني يوم ناس كتيره بتحب تشوي، والشوي متعه في حد ذاته، ولكن الشوي الصحي ان انا اشوي على الشوايه الكهرباء او على الشوايه اللي على البوتاجاز، او احط في الفرن، اضيف الماده الغذائيه في صواني واحطها في الفرن، ده بيكون صحي. طب اللي حابب قصه الفحم ويعيش اجواء الفحم، هي طبعا ليها مذاقها وليها بهجتها، ولكن هي عايزه بعض ثاني اكسيد الكربون بالظبط، المواد الكربونيه اللي بتتصاعد من الفحم دي بيكون ليها تاثير مسرطن مع مرور الوقت وتاثير ضار على صحتها. صحيح.